جمال اسمح لي، لأن الأسماء أكبر اسم في عنده 27 حرف. اسم طويل. أقرأ حرف الأول والثاني. هو جورجاك مندالا نغومبو، هو حكم رئيسي، حكم دولي منذ سنة 2015، أدار 50 مباراة دولية. من 50 مباراة دولية أخرج 140 بطاقة صفراء، وأخرج 5 بطاقات حمراء، وأعلن عن 10 ضربات جزاء. هو حكم دولي عنده 8 سنوات في سنة 23، ولكن حكم كثير في إفريقيا، وخاصة أنه يعرف الجزائر لأنه كان في الشان الأخيرة في الجزائر، وحكم عدة مباريات دولية. يعاون المساعد الأول صباط ونبيلة بلاز، حكم دولي كذلك. المساعد الثاني أوليفير كابان صفاري، والحكم الرابع السيد كوبا يا أزونغا كالومبا، هو كذلك حكم رابع. ومراقب اللقاء هو مراد الدعمي من تونس. هؤلاء هم رباع التحكيم اللي عندهم التجربة في إفريقيا، عندهم الخبرة، يعرفون جيدا شباب الوزداد، ويعرفون كرة القدم الجزائرية، ويعرفون الملاعب الجزائرية، لأنهم حكموا كانوا في نيلسون مانديلا، وفي عنابة، وفي قسنطينة، وفي وهران، يعرفون الجمهور الجزائري، كل يعني لديهم معرفة ودراية كبيرة كل هذا الرصيد اللي ذكرته، هل هو مفيد بالنسبة لهذه المباراة اليوم أمام شباب الوزداد أمام المريخ؟ نعم مفيد، الخبرة والتجربة، ولما يكون في الجزائر ريح فيها شهر في الجزائر، يعني عنده عدة معلومات من جميع النواحي. ولكن جماعة أخويا المباريات تختلف، مباراة مهمة جدا، وخاصة لشباب الوزداد، لأن شباب الوزداد يريد الانتصار وليس إلا. هذه تشكيلة بالنسبة لفريق المريخ تظهر بالقميص في غرفة تبديل الملابس. نعم تفضل محمد قبيل. لهذا نتمنى إن شاء الله يكون في المستوى ويؤدي مباراة جيدة. نعم مصطفى، المباراة لها تأثير كبير على المجموعة، ما هو حجم هذا التأثير على نتيجة اليوم خاصة بالنسبة لشباب الوزداد؟ اولا برك نرجع لك، لان طرحت سؤال مقبل العامين، يعني هام جدا، يعني على منصب صانع الالعاب، هو راح يكون تداول على هذا المنصب، راح يكون طارة بوراس يلعب شويه الامام، طارة ضراوي، وحتى ايوارا، يعني في بعض الاحيان يقدر يكون يعني كصانع رايحين يتداولوا على هذا المنصب، لان ما عندناش صانع العاب يعني حقيقي. هذه من جهه. اليوم تكلمت على اهميه المباراه، صحيح جمال، ما تنساش ان يعني شباب الوزداد مرت يعني بعاصفه، يعني في بعد الهزيمه المتتاليتين عاصفه نقدر نقول يعني حتى تم استدعاء المدرب من طرف اداره الفريق، وقع يعني طبعا يعني بعض المشاكل، ولكن على هذا لم يتبقى يعني الا خيار الفوز في هذا اللقاء، لكي اولا يرجع الهدوء في البيت، هذه اولا، ثم ثانيا البقاء في يعني في سباق المنافسه. اذا اهميه المباراه اليوم النتيجه الثلاث نقاط، وربما حتى نزيد نقدر نقول لك حتى الاداء ما يهمش اليوم، النتيجه قدر ما يهم الثلاث نقاط. هل توافق هذا الكلام ابراهيم بالنسبه للثلاث نقاط لشباب الوزداد على حساب ربما الاداء امام المريخ؟ ولكن مدرب المريخ ايضا يقول باننا جاهزون من اجل ان نلعب مباراه كبيره، وقال ايضا حتى شباب الوزداد اختار ملعب عنابه، قال بانه ملعب عنابه يليق بمثل هذه المباراه، يعني حتى الملعب يساعد المريخ. لا يساعد المريخ لكن يساعد اكثر شباب الوزداد، يعني اللي هو مستضيف ضمن اليوم في كل مباريات اللي لعبها شباب الوزداد، يعني لم يكن يعني ما جاش خارج الاطار، يعني ادى بمستوى لاباس به، شفنا كان في المستوى من كل نواحي خاصه من ناحيه الاستحواذ، لكن في بعض الاحيان ظن انه الشباب ما عرفش يستغل يعني الاوقات القوه اوقات الفراغ تاعو، وين شفنا تلقى يعني هدف ضد الترجي عكس يعني مجريات المباراه. مع السودان تقريبا نفس الشيء، ولو ان الاستحواذ كان لشباب الوزداد، لكن اليوم يعني الفرصه للتدارك، الفرصه ل يعني البحث على ثلاث نقاط اللي تخليه يواصل المشوار في اريحيه، لان المباراه القادمه ضد الزمالك هنا في الجزائر، يعني الشيء اللي يسمح له راح يتاهل مباشره بفوز ضد الزمالك.
بالضبط. جمال راح نضيف اضافه